بسم الله الرحمن الرحيم معاكم محمد ابراهيم النهارده هنتكلم على ازاي تقدر تظهر كل الايقونات الموجوده في النوتيفيكيشن اريا في ويندوز 10 النوتيفيكيشن اريا اللي بنقصد بيها هي اللي موجوده هنا بجوار الساعه على الاسفل الشاشه يمين هي ديت النوتيفيكيشن اريا لو عايز اشوف اي ايقونه في النوتيفيكيشن اريا مش موجوده هنا او مش ظاهره بضغط على راس السهم اللي هنا كليك هيظهر لي باقي الايقونات اللي موجوده في النوتيفيكيشن اري لو انا عايز كل الايقونات تبقى ظاهره موجوده قدامي من غير ما اضغط على راس السهم اللي هنا بعملها ازاي او بجيبها ازاي او بظهر كل الايقونات ازاي في عندي ممكن اوصل للاوبشن ده في ويندوز 10 عن طريقتين لو ضغطت على ستارت من الكيبورد اضغط على أيقونة سيتنجز اللي هي موجودة هنا تحت في الأسفل على إيدي اليسار سيتنجز وبعدين بيرسوناليزيشن وبعدين تاسك بار وبعدين هلاقيها موجودة هنا تحت في طريقة أسهل ممكن نوصل للأوبشن ده عن طريقها وهي إن أنا أضغط كليك يمين على التاسك بار شريط المهام اللي موجود من الأسفل كليك يمين وبعدين أضغط على تاسك بار سيتنجز هيفتح لي على طول هنزل تحت عند النوتيفيكيشن اريا المنطقه ديت نوتيفيكيشن اريا هختار الاختيار اللي هو فين الاختيار الاول اللي هو select which icons appear on the taskbar اضغط على دي كليك هلاقي عندي اول اختيار always show all icons in the notification area هخلي ديت بدل اوف هخليها اون هلاقي عندي النوتيفيكيشن اريا السهم اللي كان موجود اللي بيظهر وبيخفي الايقونات مش موجود وكل الايقونات اللي انا سامح لها بالظهور ظهرت تحت هنا موجوده عندي في النوتيفيكيشن اريا اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو النهارده لو عجبكم الفيديو اضغطوا على لايك اسفل الفيديو اللي عنده اقتراح او استفسار او تعليق يقدر يكتبه في الكومنتس اسفل الفيديو تقدروا تشاركوا الحلقه ديت مع كل اصدقائكم ولمزيد من الفيديوهات والشروحات اتمنى تشتركوا معايا في القناه بالضغط على سبسكرايب اسفل الفيديو شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله